يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. بما إنه إيش يعني رمضان خلاص أوشك على الرحيل، الله يعيده علينا وعليكم أعواما مديدة وأزمنة عديدة، فقلنا خلاص نوقف كذا، ناخذ بريك استراحة العشرة الأواخر، واحد يروق يخلص أشغاله تبع العيد. مع إني مخلص صراحة، بس إيش خلاص كذا بريح شوية، أعطوني فرصة اللي هي سنتين كد ما وقفت في اليوتيوب، فيا الواحد كذا يريح له كذا 10 أيام 15 يوم ونرجع إن شاء الله بعد العيد. هذا بالنسبة للجزئية الأولى. الجزئية الثانية، لو إنك يعني مفتح عينك على المنتدى تبع اليوتيوب، طلبت منكم إنكم ترسلوا لي اقتراحاتكم، مشاركاتكم، أسئلتكم، طبعا تصويتكم، برضو طلبت منكم تصويتكم بخصوص فقرة القصة أو قصص الممثلين. ما راح أشاركها معكم الحين، بس راح أقرأ، راح اشوف ايش اكثر ممثلين انذكروا. واللي لاحظته من الاسئله اللي كذا جات عيني عليها انه دانيال دي لويس او السير دانيال دي لويس، مره اسمه تكرر كثير، فعلى ما يبدو انه راح يدخل في التصويت المره الجايه ونشوف. على كل حال بنقرا مع بعض شويه اسئله وشويه اقتراحات وشويه سواليف كذا من الاشياء اللي انتم ارسلتوها، و يلا خلنا نخش على الموضوع. أول واحد يقول: يا وجيه، تقدر تسوي تكملة لسلسلة باب ما جاء تحت عنوان المطبل بزيادة؟ أرجو تقرأ تعليقي واللي معي لايك علشان يشوف. شوف، هو هي في بالي بس مش المطبل بزيادة، أبتكلم باب ما جاء في التطبيل، بس إيش بيكون الموضوع؟ يتكلم عن التطبيل بشكل عام، ومتى يكون التطبيل مباح، متى يكون التطبيل ما يصلح مبالغ فيه، ومتى يحق لك التطبيل ومتى لا. طبعا من وجهة نظري، مش معناته إنه الكلام اللي بقوله راح نطبعه مجلد ونحطه في دار الإفتاء، لا، جرد وجهة نظر يعني، ممكن تشاركني فيها وممكن إيش نختلف. فإن شاء الله حيكون في شيء بخصوص هذا الشيء. يا حسن أحمد اللي بعد يقول: نريد قصة للممثل دانيال دي لويس. أهو هذا طبعا أول تعليق جات عيني عليه من ضمن تعليقات كثيرة، قالت دانيال دي لويس. طيب السير دانيال دي لويس راح يدخل معنا إن شاء الله في التصويت القادم. اللي بعد يقول: اعمل قصة عن دانيال دي لويس، ايش رايك بانفينسيبل؟ اوف اوف، انا في البدايه ايش صراحه انصدمت من الرسم. ايش هذا؟ ايش الرسم هذا؟ ايش الرسم هذا؟ ايش الجمود اللي في الشخصيات ذا؟ بعدين لا يعني بديت اتجاوز موضوع الرسم وايش وركزت في القصه. اقسم بالله هذا الانيميشن شقني، شق قلبي الانمي ذا انفينسيبل. انمي مع انه انمي وانيميشن هي نفس الشيء، ولكن يا خلينا نقول انيميشن، موجود على امازون برايم، تابعوه 8 حلقات، يقلع أم القوة، دموية، عنف، تويستات، اللي انت تقول أمين لا يفوتكم. رأيك بأفلام المخرج أرنوفسكي؟ تصدقون عاد ما تابعت له اللي يمكن فيلمين أو ثلاثة، بس اللي جاء في بالي على طول أول ما قريت اسمه Requirement for a Dream، يا كده تنقرئ. زائد توقعاتك لمسلسل House of the Dragon وحب كبير. ما يحتاج يعني، أي شيء من HBO إحنا إيش بنثق فيه، والمسلسل هذا بما أنه تحت إشراف الشيخ جورج مارتن، فايش الامور ان شاء الله بتكون طيبه وحماسي له ان شاء الله بيكون على قد المستوى. يعني انا مستوى الحماس كذا مره فوق، فمتاكد 100% انه راح يخترق سقف تطلعاتي ويوصل لمستوى مره بعيد. اللي بعد يقول: شفت مسلسل ذا بلاك ليست؟ واذا ما شفته ايش تنتظر؟ المسلسل رهيب ويشد، وشخصيه ريدنتون من اروع الشخصيات اللي بتمر عليك. ما اخفيك، في واحد من الشباب عندنا في الشركه في الدوام اسمه خالد الغامدي، اذا كنت تشوف الفيديو هذا هاي انبسط، اخيرا في واحد تكلم عن مسلسلك حرفيا كل يومين. ها يا عبد الرحمن، تابعت ذا بلاك ليست؟ يا ابو داحم تابع ذا بلاك ليست؟ الله يرحم لي امك، تابع ذا بلاك ليست حرام. بعدين كل يوم يجيني بلهجه وكل يوم يجيني بوجع على اساس ايش يحاول يقنعني، بس لم اجد الفرصه المناسبه الى الان، ولكن ربما يوما ما. اللي بعد يقول: نبي سلسله جديده بالقناه من فتره وفتره تنزلها، فكرتها تقترح لنا مسلسلين قصيرين نفس كوين جامبت وكذا بالتوفيق. وفي سلسله جديده جايه على القناه وانتوا اللي اقترحتوها، او بالتحديد واحد اسمه محمود، ناسي ايش اسمه الثاني ولكن راح اذكر اسمه في الفيديو. راح يكون عندنا سلسله اسمها اعطيه فرصه. ايش راح تكون هذه السلسله؟ مسلسلات مظلومه ربما او ما وصلت لشريحه كبيره من المشاهدين، فراح نتكلم عن 5 مسلسلات او نعطيكم اياها بشكل توصيه، وانه هذه المسلسلات تحتاج انك تعطيها فرصه. طيب راح تكون في حاجه مشابهه لفكرتك بس بطريقتنا وبطريقه محمود اللي اقترحها. اللي بعد يقول: افضل فيلم شاهدته وافضل مسلسل شاهدت. للامانه انا السؤال ذا ما احب اجاوبه، لانه ما عندي شيء اسمه افضل، ولا عندي حاجه اسمها يعني توب 1. عندي مسلسلات كثيرة كذا أفضل أفضل أفضل، أفلام كثيرة أفضل أفضل أفضل، فاهمين علي؟ فما عندي حاجة صراحة أفضل، ولكن بما إني دوبني كنت أتابع شيمليس
شيمليس. آه ذكريات المسلسل ذا. المسلسل ذا فعلا أحس أني جزء من ذيك العائلة من عائلة غالاغر. تابعته من 2013 وأنا تابعه، تخيلوا 13 14 15 16 17 18 19 20 21، 9 سنوات، تخيلوا 9 سنوات وأنا تابع في المسلسل. أحيه أفضل فيلم. عاد والله أفلام كثيرة صراحة ولا ودي أقول فيلم ويظلم البقية. خلينا على مسلسل شيمليس لأنه جاء في بالي كذا. مسلسلات كمان على قفة من يشيل، والله ما أقول خلاص كيف. اللي بعد يقول يا أخي أتمنى يا وجيه أنك تنزل عن جوني ديب أكثر لهنت، وبالتوفيق يا حبي. يا هولستر، ترى نزلنا قصة جوني ديب منذ ولادته إلين يومنا الحالي، ونزلنا كمان فيديو خاص بقضيته مع أمبر هيرد. إيش تبغى نتكلم أكثر من كذا؟ ما في شيء ينقال خلاص. بعدين جوني ديب عظيم أبو ديب عظيم. اللي بعده يقول سؤال، أتوقع أي واحد تابع أفلام كثير جاه شعور اللي يبي يصنع فيلم، هل جاك الشعور ذاك ولا جاك؟ هل سويت شيء ولا سحبت عليه؟ شوف هو كلامك صحيح، أي واحد تابع أفلام كثيرة بالذات أفلام ترنتينو، ما أدري لما تابع أفلام ترنتينو كذا أقول أنا أبغى أسوي أفلام. يمكن لأنه ترنتينو كذا دائما تعجبني كتابته للقصص، فعلا إنه يخليك تستكشف القصة زي ما هو يقول، إنه ما يخليك تتوقع الأحداث كثير بقدر ما أنت جالس تستكشف القصة. فالنوع هذا من الأفلام، أفلام ترنتينو بشكل عام، ألهمتني إنه أبغى أسوي فيلم. بس إني أسوي فيلم فعليا not my thing صراحة. ممكن أمثل بس مش أخرج فيلم ولا أصنع فيلم. اللي بعد يقول قريت مانجا أتاك، منتظرين رجعتك حبيبي يا هيمو. والله يشوف، تفتكرون بعد المشهد ذاك حق إعلان سانسلك يوم كان العملاق المهاجم واقف كذا وقتها يوم قالوا to be continued، أنا خلاص أقسم بالله قفلت اللابتوب من هنا، قلت بسم الله جوجل، بغيت أكتب مانجا كنت على وشك أقراها. بس إيش قلت يا بوي، كلها 9 شهور واجد، ويلي صبرتي سنة ما عاد يضرك يوم. هذا مثل. خلاص يا أخي، خلاص يا جماعة، والله كنت خلاص بقراها على بعد خطوة بس كده أضغط. 9 شهور بتمر، بتعدي يا أخي، لنا كثير بس بتعدي. يب كنت على وشك أقراها وما قريتها، يعني إجابة على سؤالك. اللي بعد يقول جونيسن أثاسم ولا سلفستر ستالون؟ اتق الله إيش هذا؟ جونيسن أثاسم ولا سلفستر أستالون؟ إيش هذا؟ اتق الله بالله، ولا شيء صح، بس سلفستر صح. جونيسن أثاسم ولا سلفستر ستالون؟ عبد العزيز حمدان، انا عارف الكيبورد خربان صح، واصابعك كان عليها لصق جروح وغلطت وانت تكتب. طيب اجابه على سؤالك، جوناثن يخرب بيت بليزك، نسيتني ايش اسمه، جيسون ستايثم وسلفستر ستالون، فمين افضل؟ والله كلهم صراحه كذا، كلهم فنانين كذب الاثنين كذا، لما تقول كذب يطلعوا الاثنين قدامك. هاي ديوانا سم كذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أخي العزيز؟ أتمنى منك تسوي حلقة عن المدرسة ألفريد هيتشكوك. وزنه ثقيل، ألفريد هيتشكوك ثقيل، مش ثقيل هو وزنه، ثقيل اسمه. إن شاء الله يوما ما يا ثبتي إن شاء الله. نبغى طبخات مع جود وأسري أنت وأفلامك إن شاء الله قريبا. بس إيش نطبخ؟ أنا ما ودي أشطح خارج محتوى القناة، فلازم إذا بنطبخ نطبخ جاتني فكرة إن شاء الله، والله جاتني فكرة. وجيه مصاب اليوم، طاح في الملعب، الحمد لله عسى. يا شيخ طحت على ركبتي، حسيت إني شايب، تعرفون كذا واحد شايب كان يركض، كنت ألعب وطحت على ركبتي وانشقت شقة كذا، كان واحد كذا جاب القشارة حق الجبن ولا حق البطاطس قلبه شلت، طلعت كذا شريحة من ركبتي. ما عليك، الأمور طيبة، we are good okay. اللي بعده يقول الوجيه، ليش في عالم السينما دائما المديح يذهب للمخرج أو بطل القصة أو ممثل معين، ولا يتم ذكر أو تكريم مصور أو مونتير أو جرافيكس؟ دائما اللي خلف الكاميرا مظلوم، مع أنه هو السبب الرئيسي في نجاح الفيلم من ناحية إحساس التصوير أو نقله في المونتاج. شوف التاريخ يكتبه المنتصرون. طيب ايش دخل ام المقوله دي، لا تجيب العيد يا وجهي. طيب على سبيل المثال، انت لما تيجي تبني دوله، انت ملك، دخلت يا حبيبي على غزوت دوله جديده، غزوتها وقتلت ملوكها وخلاص، واخذت اسراك واخذت الغنائم وكل شيء، واستحليت البلد وخلاص، نصبت نفسك ملك على هذه الدوله. المحاربين اللي معاك احد بيذكر اسمهم؟ لا. مين اللي انتصر؟ الملك. فعاده في الافلام نفس الشيء، يعني هذه سنه حياه، كل شيء يعني في النهايه بينسب للشخص اللي هو في الصورة. أتمنى أني جاوبت على سؤالك، أنا أحس أني شاطح بس واضح أن السوبيا
ضربت دماغي شوية. اللي بعده يقول هل تشتغل خارج اليوتيوب ومبارك عليك الشهر؟ شكرا يا دونكس. يب اشتغل خارج اليوتيوب. انا لو ما اشتغل خارج اليوتيوب كان شفتني يوميا او كل يومين فيديو. اللي بعده يقول شنو سبب تركك للقناة؟ يا ابويا ما تركت القناة، بروح اعيد 10 اواخر باستكن، بقعد اتفرج هنا العب انا وجود ولا نضارب ولا 10 ايام 15 يوم وراجع لكم يا هيمو. اقرا الكلام اللي فوق كويس. اللي بعده يقول ازاي اقدر اني اتابع الافلام بشكل قانوني مع العلم انه انا من الصعب اني ادفع اشتراك شهري، خصوصا ان انا عندي 16 سنه ما عنديش حساب بنكي يعني، وضميري ان ابني كل ما اتفرج على المواقع المقرصنه. هل عندك نصيحه؟ متابعك من مصر. كلنا نتابع قانوني، في احد ما يتابع؟ عيب، ايش تتابعون غير قانوني؟ تابعوا بالطريقة القانونية، اخشوا على المواقع ادفع فلوس، نظام نظام. وصراحة ما ودي اخدمك يا علي، والله يا حبيبنا من مصر ودي اخدمك واجاوبك، بس ام نظام نظام ام نظام نظام. اللي بعد يقول سؤالي ليش ما تجيب فقرة للانمي الا مرة في السنة؟ لا تصرف وتقول ما شفت مقاطع هجوم العمالقة، هذا تعدى مرحلة انه يسمى انمي. والله شوف يا كينغدوم انمي، انا للامانة يعني ماني معجب بعالم الانمي، او ماني فان خلينا نقول. انا اوكي اتابع اعمال انمي ما عندي مشكله، عندي مختارات كذا انتقاءات معينه، بس اني اتابع انميات بشغف وكذا على طول اول باول لا، I'm not that person you know. فالفكره انه يعني في اعمال منتقاه كذا تجيني بالنقوه زي ما يقولوا كذا، نقيها نقوه وهي اللي يعني فعلا تكون جذبتني واتابعها. لكن انه تابع اي انمي لا، يعني في انميات كثير اعطوني اياها، زي في انمي اسمه شو اسمه ذاك الكايزن مدري ايش، جوجوتسو كايزن شيء زي كذا، والله ما ناسبني. انا عارف ممكن انه فعلا انتم مره عاجبكم يعني شله الانمي معجبين فيه، بس انا والله ما ناسبني، مره ما ناسبني. لكن زي فينلاند ساغا، زي ديمون سلاير، زي اتاك اون تايتن، زي ديث نوت، زي افلام الانمي تبع استوديو جيبلي، يب في اشياء كثيره صراحه احبها، ولكن مش مغرم بعالم الانمي بحيث اني اتابع اي شيء لا، يعني انسان انتقائي في هذا الجزئيه. اللي بعده يقول ليه الافلام الفتره دي جدا مش كويسه؟ اتس ا بانديميك. انت تتوقع له مستقبل اقوى من الثاني، توم هولاند او تيموثي شالامي؟ والله شوف توم هولاند اوكي ممثل على العين والراس، بس تيموثي، ترى تيموثي يا جماعه له مستقبل مرعب. انا متاكد الولد هذا راح يجيب اوسكارات كثيره، وراح يجيب جوائز كثير، راح يحقق انجازات كبيره، وراح يشتغل مع مخرجين كبار غير اللي اشتغل معهم اوريدي. الولد تيموثي يا جماعه موهوب موهوب، انا متاكد التمثيل هذا موجود في الجينات عنده، ما تدرب وتدريب. توم هولاند كويس عارفين، بس تحسه كذا يصلح كوميديان اكثر من انه يكون شخصيه كذا عليه الكلام، فاهمين؟ تيموثي يخرب بيته، يخرب بيته، فنان الولد موهوب. هذا تقريبا اغرب سؤال ممكن بني ادم يقراه او تعليق. هل تتقبل زوجات ليفاي؟ والله اقول لك انا واحده من زوجات ليفاي. اوكي نكمل السؤال، هل تتقبل زوجات ليفاي؟ كيف اتقبلهم؟ انا ليش ارفضهم اصلا؟ كيفهم يا اخي؟ تزوجوا ليفاي، تزوجوا ميكاسا، تزوجوا ان شاء الله شو اسمه ماغث، كيفكم؟ انا اعتبر نفسي من زوجات ليفليف لانه مره حلو، مرة حلو ومرة رهيب، يا رهيب اتفق معك، ومرة مرة مز، ايش الفرق بين مز وحلو؟ اوكي واضح انك مرة مغرمة يا لولي تشان، واضح انك مغرمة مرة بليفاي وغرامك به اعمى بصيرتك لدرجة انك ما تشوفي الا ملاك يقف امامك. انا عن نفسي اشوف محارب قزم وشجاع وذو شخصية وكاريزما عالية جدا. وأكبر تحية لك يا الوجيه، أنا من السعودية وأكبر داعم لك، أحبك وأنا كمان أحبك زي بنت جود، ويب أتقبل زوجات ليفاي براحتكم يا أبوي، عيشوا حياتكم، أنا حوقف ضد مين؟ أنا مين أنا؟ هو أم أي تو جادج. سؤالي هل دائما جود تحب تتصور معاك ولا تطفش؟ نجرب ونشوف. جود تعالي، يأتيكم النبأ اللي هلا هلا، تعالي تعالي تالي يا عمري تالي، انتي تالي تالي يا حبيبة قلبي تالي تالي، كيف حالك؟ تحبي تتصوري معايا؟ اي. هل يزعجك انك تتصوري معايا؟ لا. طيب اديني بوس، يلا قولي لهم باي باي. وصلت الإجابة يا نجود. يا ريت تسوي حلقة عن ممثل المفضل اللي هو آدم درايفر. آدم درايفر اوه بطل فيلم مارج ستوري، اخي اخي هاي تصدق ما ما ما, ما. ما تبعوش. اللي بعد يقول شفت فود تراك في الحمدانية اسمه الوجيه، اعترف لك قفطني، خرب المشروع السري. اللي بعد يقول الله يسعدك وننتظر عودتك، هل الوجيه مجرد لقب ام اسم؟ السلام، السؤال هذا اللي انطرح مليار مليون مرة. الوجيه هو اسم يقال
في المنطقة الغربية، أنا ما أعرف صراحة إذا هو في كل العالم ولا لا، بس في المنطقة الغربية عندنا إذا في شخص اسمه عبد الرحمن يقولوا له الوجيه، إذا في شخص اسمه إبراهيم يقولوا له أبو خليل، إذا في شخص اسمه يوسف يقولوا له أبو يعقوب، وعلى هذا المنوال. فاخترت اسم الوجيه لأنه اسمي عبد الرحمن، ولأنه أي واحد اسمه عبد الرحمن يقولوا له الوجيه في منطقتنا. فقلت بدل ما تخش على دحومي، مليان دحومي، تكتب دحومي يطلع لك أول شيء دحومي 3 ساعات، وبعدين تحته دحومي إكس إكس دحومي. فقلت لا، دحومي ما يصلح، دحوم برضو ما يصلح، دحمي وين إحنا في الحارة، دحيم طاش مطاش ما يصلح. فقلت الوجيه، أنا في ناس كثير ينادوني الوجيه، خلاص ليش ما نعتمد اسم الوجيه. Good one. كيف تقدر تخلي نفسك إيجابي؟ والله هو شوف، الإيجابية والسلبية ما هي في يدنا، بس إذا جاتك لحظة إيجابية استثمرها، عيشها كاملة كده. إذا جاتك لحظة سعادة عيشها، فل انبسط، لا تبقي منها حتى. وإذا جاتك لحظة سلبية ما أدري، بس فكر بشيء إيجابي، يعني إيش تسوي؟ ما في حل يعني، فضفض. إذا الفضفضة يعني تساعد، مو إذا أنت من الناس اللي يفضفض ويصحى ثاني يوم حزين إنه فضفض، لا لا تفضفض. أنا من الناس اللي إذا فضفضت أصحى ثاني يوم أقول أنا إيش خلى أمي أفضفض؟ لا ما بغ... أنا ما عاد أفضفض صراحة، صرت ما عاد أفضفض. خلاص اقعد كذا منفس ساعة ساعتين 3 ساعات، تصحى ثاني يوم زي الحصان، ما فيك اي حاجة. فياب السلبية والايجابية جزء من حياتنا يا ابوي، عيش. اللي بعده يقول سلام، ليه بعض المسلسلات مظلومة عندنا زي سانز اوف اناركي؟ عبد الرحمن العتيبي، والله يا عبد الرحمن العتيبي راح نتكلم عن جزء عن المسلسلات المظلومة في سلسلة اعطيه فرصة اللي راح تنزل ان شاء الله في اليوتيوب او في قناتي قريبا ان شاء الله بعد العيد، وراح نتناقش عن لماذا سانز اوف اناركي ومسلسلات ثانية مظلومة. شكرا يا عبد الرحمن العتيبي. طيب يا جماعة، إلى هنا يعني نكون اكتفينا بهذا القدر من الأسئلة والاقتراحات. لا تنسوا تروحوا على منتدى اليوتيوب، اكملوا التصويت، اكتبوا إيش الممثلين اللي تبون نتكلم عنهم، لأنه بعد فترة بفريزها وراح أسوي تصويت. واضح إنه جاك نيكلسون والشلة بيطلعوا، والله مساكين لهم شهرين، وهم 3 شهور كل ما أفتح تصويت مسحوب عليهم. فيبدو أننا بنسوي ريفريش للستة التصويتات، فروحوا على منتدى اليوتيوب وصوتوا هناك. المعذرة إذا شفتوني شاطح بزيادة، بس ترى هذا جزء من شخصيتي، كيف طريقة أدائي بناء على الفيديو اللي بقدمه. إذا كان فيديو قصة لممثل تلاقوني يعطيه إيش أهلا وسهلا بكم كيف حالكم يا جماعة، أعطيكم كذا جو إنه إيش في قصة. إذا كان فيديو استهبال زي هذا وسواليف وضحك أي فيديو ثاني، كل واحد بنعطيه حقه، عاملكم زي إخواني. عم جماعة إحنا خلاص حنقعد كذا رسميين إلى متى؟ كل سنة وأنتم طيبين يا جماعة، وبإذن الله لنا عودة بعد عيد الفطر السعيد. كل سنة وأنتم طيبين، وفي حال إنك يعني ما أنت عارف، ترى عندي سناب شات أنزل فيه يوميات، أنا وجود شخصيا صار عنده حساب في إنستغرام، يعني ننزل بين فترة وفترة، دوبنا فتحنا جديد الحساب. إذا تحابين تتابعوا more about Jude وmore about me برضو في انستغرام وتويتر وفي مكان راح تلقوني، وراح تلقوا رابطي كلها في الوصف. كان معكم الوجيه، كل سنة وانتم طيبين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نشوفكم إن شاء الله بعد عيد الفطر.